السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه نختاني من وقت لوقت مصرفه على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا اليوم اللي هي باش تكون الباتفيتي او العجينه المورقه، كيف ما تشوفوا باسهل طريقه وطريقه ناجحه ومضمونه 1000%. بالنسبه للعجينه هذه كيف ما نعرفوا تسهل علينا برشا حاجات، خاصه في فطور الصباح والا في المعجنات، حتى في الضيافات تسهل علينا برشا حاجات. كي تبدا موجوده في الدار نجم نحضروا بها اي حاجه، كل سواء مالحه ولا حلوه. لهنا كيف ما تشوفوا في تركيا ماهوش موجود عندنا الزبده نتاع التوريق. انا خديت المارغرين هذه بيزيم، معروفه النوعيه نتاعها باهيه، تصلح حتى في التوريق والا حتى في البقلاوه. خديت منها 250 غرام بحراره الغرفه، يلزمها تكون طريه، وصبيت عليها كيف ما تشوفوا كيس نتاع انشاء باش نخلطهم مع بعضهم هذوما لين يولوا في شكل كريمه. كيف ما تشوفوا نحل المارغرين هذيك بالباهي، باش نحلها عباره باش نعجنها، مانيش باش نعجنها بدايه، جوست باش نحركها بالسباتول كيف ما شفتوا لين تولي في شكل عجينه. كيف ما شفتوا بالطريقه هذيا نحلها المارغرين هذيك مع النشا. بالنسبه للنشا اي نوع، خاصه اللي هنا في تركيا، كسوا بوداي نشاستاسي ولا مصر نشاستاسي، يعني النشا نتاع القمح والا النشا نتاع المستوره، ما فماش حتى فرق، الكل نشا الكل يقضي الشور. بالنسبه للزبده نتاع التوريق نقول لكم راهي البيزيم هذه راهي حاجه باهيه، جربوها راهي حاجه باهيه وباش تعطيكم نتيجه فوريه. زاد انا الحقيقه في المعجنات الكل نستعملها بيزيم، حاجه باهيه بصراحه. كيف ما شفتوا نكملوا بالطريقه هذه، نلموا العجينه هذيك لين تتجانس كلها تولي في شكل كريمه، يعني تسيل كلها المارغرين هذيك كلها تتعجن تولي عجينه. هذه في مرحله اولى باش نحضروا الزبده هذه نتاع التوريق ولا المارغرين، يعني هذه الخليط نتاع التوريق باش نحضروه هو الاول وباش نحطوه يبرد في الكونجيلاتور لين يتماسك، خاطر من بعد باش نحلوا به العجينه. ما يلزموش يكون سائل، خاطر باش يكون سائل العجينه نتاعنا ما تنجحلناش، يلزم يكون شاد روحو الخليط هذايا. باش كنحلوا العجينه ديما طوعنا العجينه وما تخرجش منها الزبده هذيك ولا المارغرين، وطوعنا في الحلين، يعني ما تسيلناش هكا مثلا في البلاصه اللي نحلوا فيها في العجينه ولا حاجه. كيف ما شفتوا هذه العجينه نتاعنا حاضره توا بالقوام هذايا، ديجا تشوفوا فيها كيف ما شفتوا هذه العجينه نتاعنا ديجا ولت عجينه، يعني جينز الخليط هذاك بالباهي ديجا تشوفوا في كل شيء. في صافي ساعه يحضر لا محاله. لهنا باش ناخذ البابي الفري ولا كل واحد يسميه، ولا بابي سيلوفان كل واحد شنو يسميه، باش نحط فيه الخليط هذاك نتاع المارغرين هذاك، باش نحطه في البابي هذايا وباش نلفه ونحلو في شكل كاري، يعني باش نحلو في شكل كاري ولا مستطيل كيف ما تحبوا نتوما. بالطبيعه من بعد في العجينه نتوما باش تحددوا الشكل نتاع العجينه نتاعكم، يعني المهم اللي حاجتنا به العجينه تكون في شكل متساوي، يعني تكون مستويه وتكون كلها بنفس الحجم كيف ما نقولوا، بنفس الخشن يعني من الجوانب الكل. كيف ما شفتوا نهبط المارغرين هذيك نهبطها شويه كيف ما شفتوا، ومن بعد باش نلفها بالبابي ونحاول ننزل عليها بيديا باش نعمل كاري، نغطيها كيف ما شفتوا بالطريقه هذيا، نحاول نلفها بالطريقه هذه ومن بعد باش ننزل عليها بالطريقه هذه لين توصل المارغرين للاطراف الكل نتاع البابي سيلوفان بالطريقه هذه. كيف ما شفتوا كونت مستطيل، هذه توا حاضره باش نهزها نحطها في الكونجيلاتور ونخليها لين تبرد بالباهي وتتماسك. ولهنا باش نخلط العجينه نتاعي. بالنسبه للعجينه خديت رطل فارينه رشيت عليه رشه ملح، نحط مغرفه خل ابيض، الخل يعطينا القرمشه هذيك نتاع البابي فويتي، ونحط ثلاثه مغارف زيت نباتي كيف ما شفتوا، نخلطهم هذوما. ومن بعد باش ناخذ 300 مليلتر ماء بارد، لازم يكون من الفريجيدير الماء لازم يكون بارد بارد كيف ما شفتوا، ونلم به بالطبيعه باش نشوفوا العجينه نتاعنا قداش تستحق. انا ما استعملتوش الكل الماء، فضلت منه تقريبا 20 مليلتر. نلموا العجينه نتاعنا اللي تتماسك كلها وتتلم بالباهي، ومن بعد باش نعجنوها بالباهي كيف ما شفتوا. ديما نزيد الماء بشوي بشوي لين تحصل على العجينه اللي حاجتي بها، يعني العجينه نتاعنا ما تكونش يابسه برشا وما تكونش طريه برشا. كيف ما شفتوا بالطريقه هذه نبدا نزيد في الماء بشوي بشوي ونعجن عجينتي لين تتلم لي الفرينه هذيك الكل.
هذه هي العجينه نتاعي تو تلمت، تو باش نعجنها شويه كيف ما شفتوا. العجينه نتاعي ماهيش يابسه، راهي طريه، نعجنها هكا شويه ومن بعد بالطبيعه باش نحلوها بالفرينه ديريكت، يعني باش نبداو نخدمه من غير ما نبقوا نستنوا، خاطر كيف ما قلت لكم حطيت العجينه هذيك نتاع التوريق حطيتها في الكونجيلاتور تبرد كيف ما شفتوا، ديجا حضرت الفرينه وحضرت كل شيء. بالنسبه للعجينه نتاع التوريق حطيتها تبرد، حطيتها في الكونجيلاتور باش تتماسك بالباهي. ولهنا كيف ما شفتوا بديت نحل في العجينه نتاعي بالفرينه، نحلوها بالقلقال بالشكل اللي باش نخلو يعني الحجم نتاعها باش يرفع لنا العجينه نتاع التوريق اللي حليناها هذيك كالزبده نتاع التوريق، باش الحجم نتاع العجينه اللي نحلوها توا هذيا يسمح لنا باش نحطوا العجينه هذيك والا الزبده نتاع التوريق. كيف ما شفتوا حاولت نحل العجينه لو ماكسيموم، نكبر في الحجم نتاعها من الجناب زادا كيف ما شفتوا. هذه العجينه الحجم نتاعها، وجبت العجينه هذيك ولا الزبده نتاع التوريق الخليط يعني نتاع التوريق حطيته كيف ما شفتوا بالشكل هذايا، وباش نغطيه تو بالعجينه هذيك باش نلفها من الاطراف كيف ما شفتوا. طريقه سهله ما فيها شيء، تو الزبده هذيك ما هي بارده برشا يعني عباره يابسه، ننزلوا عليها بالقلقال كيف ما شفتوا، ننزلوا عليها شوي باش يعني نوزعوها، وبعد رشوا الفرينه نتاعنا على العجينه ونبدا نحلوا فيها بالقلقال كيف ما شفتوا، نحلوها بالباهي. ونحنا توا باش نتحكموا في العجينه نتاعنا نحلوها بالحجم اللي نحبوا عليه بالطبيعه، ماذا بينا نحلوها لو ماكسيموم، نحلوها بالباهي باش تجويد وتكون كلها نفس السمك نتاعها كيف ما شفتوا. نحاولوا نحلوها ونوزعوا في وسطها كالزبده هذيك. كيف ما شفتوا طريقه سهله ما فيهاش برشا تعب، ما فيهاش برشا خدمه، فقط 3 مرات من غير ما ترتحوا العجينه في الفريجيدير ولا حاجه، ديريكت تحل العجينه نتاعك وتطويها وتعاود تحلها في ساعه في ساعه تحضر. كيف ما شفتوا طويتها الفرينه، العجينه نتاعي طويتها وعاودت رشيت الفرينه ونحل فيها بالطريقه هذه، يعني نحاولوا لماكسيموم نحلوها بنفس السمك، نحلوا البلايص الكل باش الزبده هذيك تذوب في الوسط من داخل، يعني تتحل البركه مش تذوب. وبالطريقه هذه نعاود نطويها كيف ما شفتوا، كيف ما شفتوا بالطريقه هذه، ورش الفرينه ونعاود نحل. ديجا ما قصيتش في الفيديو، خليته الفيديو كامل، جست سرعت فيه اكهو ما قصيتوش. ديجا تشوفوا يعني مرتين ثلاثه تبدا العجينه نتاعكم حاضره من غير ما تبقوا لا ترتحوها بالساعه في الفريجيدير باش تبرد ولا حاجه، خاطر هي الزبده هذيك نتاع التوريق خذيتها من الكونجيلاتور يعني بارده، ونحنا نستغلوا الوقت باش في ساعه نخدموها العجينه نتاعنا باش تحضر. كيف ما شفتوا نحاولوا نحلوها لو ماكسيموم الكلها تكون نفس السمك، يعني تكون متساويه، نحلوها بالباهي وبعد نعاودوا نطوا. انا الحقيقه حليتها اكثر من 3 مرات، يعني حبيتها تكون مورقه اكثر، انتم بالطبيعه 3 مرات يكفيكم. كيف ما شفتوا بالطريقه هذه نرش الفرينه ونعاود نطويها، ونرش الفرينه ونعاود نحل الفرينه نتاع العجينه نتاعي سامحوني بالطريقه هذه. ديجا سهله راهو كترشوا الفرينه سهله الحلين نتاعها، تطوعكم في الحلين بالباهي. كيف ما شفتوا نحاولوا نرشوا الفرينه باش الزبده هذيك، خاطر يعني نزلنا عليها برشا مرات نجم تكون ذابت باش ما تطلعناش من العجينه، نحاولوا ديما نرشوا الفرينه باش الزبده هذيك ما تطلعش. كيف ما شفتوا حاولت ننزل عليها جوست باش نحلها شويه وبرا، وهذه هي العجينه نتاعنا حاضره كيف ما شفتوا. تو باش نقصها ونوريكم العجينه نتاعنا من داخل كيفاش. ديجا باش تلاحظوا اللي هي في ساعه خدمه، صدقوني هذه اخذت مني اقل من نص ساعه، اقل من نص ساعه كانت حاضره الباتفيتي نتاعي.
من غير لا تعب لا جهد. كيف ما تشوفوا هذه البات فيتي متاعنا من داخل ديجا الشكل يحكي وحده. هذا الطرف الثاني زاد باش نوريهولكم كيف ما تشوفوا هذا البات فيتي متاعنا. وبالطبيعه عملت تجربتي باش نوريكم اللي البات فيتي هذه راهي ناجحه 100%. جربت منها بوريك مالح، طيبت منها العشاء بوريك، وتو نوريكم في اخر الفيديو اللي هي العجينه هذه راهي ناجحه، جربوها وعينيكم مغمضه. هذه العجينه نتاعنا كيف ما تشوفوا ديجا تشوفوا فيها من الاجناب كيفاش. انا قسمتها على اثنين، جوست استعملت شطر واحد اكهو للعشاء وشطر الاخر خليته يلزمني مره اخرى، انا نجم نستعمله مره اخرى. ديما ماذا بيكم تستعمل مثلا مريره في الجمعه، تحل هكاك الرطل نتاع فارينه تقصوا على اثنين، تستعمل الشطر وتخلي الشطر تساعدكم بصراحه خير من تشرو البات فيتي تبدا حاضره وما تعرفوش عليها كيفاش تورقت وشنو هي مخلطه. هاكم شفتوا كل شيء قدام عينيكم، هذا البوريك نتاعي كيف ما تشوفوا. تو نوريكم على جنب، ديجا تشوفوا في البوريك على جنب، هذه باش تعرفوا اللي البات فيتي نتاعكم راهي ناجحه. ما نحكيكمش هشوشه على الاخر وتتقرمش مش نورمال. كيف ما تشوفوا هذه العجينه نتاعي هي نفسها طيبت منها البوريك عشاء. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله كان خفيف عليكم، ان شاء الله استفدتوا منه. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي دبارة جديده، وفي امان الله.